رغم انه المراه متعدده المهارات زي زميلتي عبير رندا عفوا، الا انها دائما ما تستغرق وقت طويل اثناء الخروج. خليني اسالك يا رندا، قديش تحتاج وقت عشان تطلعي؟ شوفي زي ما قلت لك انا، يعني زي ما قلتي لي قبل الفاصل، على حسب الطلعه. وهي فعليا على حسب الطلعه، يعني مثلا اذا كنت بطلع سهره، بطلع عزيمه، بطلع مناسبه كبيره، نص ساعه. هي السهره هي العزيمه هي كل حاجه عندنا في السعوديه. لا في فرق، في فرق. قد ايه يبغى لك؟ اذا كانت عزيمه ثقيله نص ساعه، اذا كان مشوار يعني مشوار ابو ساعه ساعتين، لا والله خمس دقائق او اقل. برافو عليك. غزل وعبير، كيف الوضع؟ جاوب ولا جاوبن؟ لا جاوبي انت طبعا. انا ساعه في اي خرجه في حياتي، 45 دقيقه العب. ايوه اوكي حلو. 10 دقائق ممكن اكون بشرب قهوه. ايوه اوكي. 5 دقائق قوم البس. ممتاز. وفي الاخير تطلع اللي واقف برا يستنى. الطا اللي مستنيني، الطا سواء لما كنت بروح بالسياره، الطا السياره واللي مستنيني في مشوار، يعني عادي جدا. غزل، لا احترم الوقت للاسف. زي ما قالت رندا، على حسب الطلعه. اذا مثلا يعني عندك زواج او عندك مناسبه كبيره، لا يعني افضل انا اقوم استعد من قبل موعد اللي انا حددته لطلعتي بساعه. يا سلام. بحيث ان انا اخذ راحتي. انا وياكي قريبين من بعض. اذا مثلا طلعه خفيفه او شيء زي كذا، ممكن تلاقيني على طول جيز وتي شيرت والعبايه واطلع. لا نعم. انا فعليا اخذ، يعني ما ابغى ابالغ، بس فعليا اخذ ساعه ونص على الاقل. هذا من غير موضوع الشاور، يعني اني انا عشان اجهز. لا اذا بتكلم كلمه حق، بس اذا طلعت انه يلا نروح نتعشى، لا هذه البس العبايه واطلع، ما عندي مشكله. خمس دقائق بس. اذا لا طلعه، ما احب اني انا يعني احاول اني اضيق الوقت عليه. طيب ولا احب ارتبط مع احد. الساعه ونص ايش تسوين؟ حلو، انا حاولك ايش نسوي في هالساعه ونص. اول حاجه لازم تشغلي الميوزك اللي تبغيه، تحضري الميك اب اللي تبغيه، طلعي الملابس اللي تبغيها، طلعي قهوتك. أيوة. يعني كلها فعلا مضيعه وقت قبل ما انها هي تكون اصلا اشياء تسويها. معلش اسمحي لي، يعني أيوة. كلكم في الاخير طلعتوا زيي، 45 أيوة. دقيقه بتلعبوا. أيوة. وربع ساعه. لا أنا نص ساعة. بتجهزوا ده، يعني خلاص رسم. لا والله انا وضع المكياج ياخذ معايا وقت 15 دقيقه. لا يعني ساعه بصراحه. المكياج يطول. طيب مش قادر اصدق بقك بصراحه. طيب شوفي، احنا سالنا الناس وقلنا لهم خفيف. الناس بشارع سألناهم كم تاخذون وقت عشان تطلعون او عشان تجهزون للطلعه. خلونا نشوف التقرير وراجعين. اكيد واو السعوديين. يعني اذا كرس طلعوا كذا شيء بسيط يكون كذا شيء، يعني على السريع الشغل يعني. ايه اما اذا كانت عد طلع على السنة كذا محترمة لازم الوقت ما شاء الله ساعة، ساعة ونص كذا تقريبا. اذا كانت مناسبة كبيرة زواج وكذا ست ساعات. صراحة انا دائما اطول، يعني ساعة كذا. اخر واحدة تركب سيارة صراحة. والله على حسب، بس انا من الناس اللي مرة سريعة ترى في اللبس، يعني حتى بناتي يستغربون مني. احيانا ادخل اخذ دش واصلي والبس بسرعه تقريبا نص ساعه، بس انا عموما سريعه، انا عكس النساء. تقريبا الايلاينر هو اللي اخرك على الطلعه؟ اي تقريبا، لان ارسم هذه الرسمه بعدين فجاه هذه تختلف، بعدين ارجع مره ثانيه لهذه، وعلى الحاله لين يلا تضبط. الشعر اكثر شيء، شعري ولبس كذا. والله شوفي اهم شيء انك ما تجلسين تستعرضين عند المرايه ساعه وتسولفين مع نفسك، لا خلصي الاولى فالاولى، عرفتي؟ يعني زي ناس اعرفهم تشغلك الاغاني تجلس تستمتع تستعرض عند المرايه، بعدين اذا جيتي او تمسك الجوال واتساب، لا الاي لاينر عشان يضبط يعني. يعني يمكن من السيدات اللي عملنا معهم الانترفيو او اللقاء او سالناهم جلست تقول الايلاينر. طب هو من جد يا جماعه، ونصيحه لكي لكم انتم بنات وللسيدات المشاهدات، دائما باغتي الايلاينر لا بيميل. والله العظيم انا مش راح ارسم. تعرفي ليه؟ لانه لما اليوم اللي تكوني مركزه وتبي ترسمي الايلاينر وتبغيه يزبط الدنيا كلها تخرب. صح. واليوم اللي تكوني مثلا بسرعه بسرعه مو في بالك انك تبي تركزي في رسمه الايلاينر، تطلع احلى رسمه ايلاينر جديده علي. دائما اخدعي، بين انك انت ما انت خبر. والله انا اشوف الموضوع مو ايلاينر، رسمه الحواجب وتركيب الرموش والايلاينر هذه كلها مشاريع يعني تاخذ وقت. والله شوفي انا ما يعني مستحيل اركب رموش بالطلعات، بس انا عندي حل مره بسيط للبنات اللي يعانون من الايلاينر. حبيبتي حطي قلم
اوكي، وعلى خط حاجبك، على خط عينك، وارسم الاي لاينر وانتهينا. والله العظيم القلم جايب فيه مو قصه القلم، والله العظيم هي قصه الزقزاق. لما تيجي تبي تمسك الاي لاينر فجاه كده تحسي يدك صارت تتهز وبيصير زقزاق في العينك. لما تحسي انه انت ثابته صدقيني. اوه هذا الروج لما تيجي تبي تحطي روج احمر حدث ولا حرج، تحطي باودر وتحطي. ترى فعلا انا اقعد نص ساعه استنى الروج يخلص. متى تخلص؟ اليوم اللي ابغى ارسم فيه اي لاينر وبحط فيه روج احمر ساعة ونص. الله. انا الحمد لله ما اخرج بمكياج. ايش رايكم في اللحظات الاخيره هذه اللي تصير وقت ما انت خلاص جهزتي وطلعتي وتبدا كل المهام تطلع ماما ماما ماما؟ هذه كمان تاخذ انا بالنسبه لي وقت. انت عارف انا اعاني من مشكله يعني. أيوه. كسيده. أيوه. كامراه يعني. نعم. قبل اي حاجه ثانيه دايم اتضارب مع اذا في خرجه مع اهلي لانه انا اخر واحده تخلص. طب انا بطفي الانوار. أيه؟ وأطفي المكيفات وأطفي التلفزيونات وألم لمنه في مهام كبير. أيه؟ وربس البنت وبخرج البنت قبلي وبضبط كل يعني عرفتي. آخر شيء أنا مثلا. أيوة. أنا هذه الأشياء اللي أنت تبي تعمليها اليوم عملتيها من قبل يعني. أنت مثلا المفروض تعطي نفسك ساعتين قبل يعني عشان البروسس دي اللي أنت تبي تعمليها كلها، مش نيجي نوقف نستناكي. والله لا بس استني خليني أفكر في الموضوع. ما تضبط لا ما نسويها قبلها بساعتين لانه هم اوريدي ما هيجهزوا ويقوموا يتحركوا غير مثلا خلاص يلا نقوم نتعشى مثلا ولا يلا نقوم نتغدى. فانت بتقومي وبتخلص مثلا على بال يعني يدوبهم قالوا فيلا طبعا. أيوة. غير هذا على التخصص. والله يا جماعه ما يصير من جد يعني. يعني هي بتتاخر هي اوكي انا حتكلم على هو حطلع كل اللي في قلبي. لما تيجي مثلا يلا يا عبير انت وين الشخصيه ما تطلعي عبير انت دقيقتين وانا عندك تحت. الدقيقتين دي تصير 10 دقائق ربع ساعه 20 دقيقه. البنات المعروفه والله انا كذبتي والله انا اعتذر من الناس اللي انا كذبت عليهم بس علشان ما يجلسوا يدقدقون عليك وينك وين وين انت لو قلت خلاص انا بالطريق. أنا ما أحب التزم مع أحد. كنت بقول لكم قبل شوي ما أحب أرتبط مع أحد. المرة الوحيدة اللي التزمت فيها موعد كان أمس بصراحة. ليش يعني؟ دكتور. مهم كان الموضوع. يعني. طب ممتاز. يعني أنا شوفي المواعيد هذه عادي بس إنه نتقابل في مكان معين ونطلع في مكان معين ما تضبط معايا. أحب إني آخذ راحتي. أكيد طبعًا أكيد نتمنى كل البنات تلتزم بمواعيدها. حتى الرجال ترى في رجال يتأخر. هم يتأخرون براحتهم. هم يتأخرون براحتهم يا عبير. هم حرين. أنت كذا اليوم؟ طيب بتفاهم معك بعد الفاصل. ماشي. بالفاصل خلونا نطلع فاصل أكيد راجعين من جديد. خليك